أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا رجل مسحور منذ عدة سنوات ولم يكتب الله لي الشفاء إلى الآن مع عملي بالأسباب الشرعية، فهل يجوز لي أن أذبح شاة لله عز وجل وحده وأتوسل بتوحيدي له في عبادتي ومنها ذبحي أن يشفيني خلافا للسحرة؟ أول شيء، ما الذي أدراك أن المرض الذي فيك سحر؟ الأمراض يا أخي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه، ما هو بلازم يكون هذا من السحر. ثانيا، لا تيأس من الشفاء، لا تيأس من الشفاء، عليك بالدعاء والإكثار من الورد الصباح والمساء والرقية الشرعية، ولا تيأس، إن شاء الله الله يشفيك إذا توكلت على الله وعملت أسباب الشفاء بالرقية الصالحة ومن العباد الصالحين، فإن الله جل وعلا قريب مجيب، قريب مجيب. أما الذبح فلا يجوز، الذبح لا يجوز. إذا أردت تصدق، تصدق بدون ذبح، تصدق بطعام، بدراهم، بكسوة، بدون ذبح، لأن الذبح خطير، يخشى أنك تذبح لأجل طاعة المخرفين واللي يقولون لك اذبح علشان تشفى، هذا ما يجوز، لا تذبح. نعم. إنما إذا أردت مثلا تشتري لحم، تشتري لحم وتعطيها المحتاجين، ما في بس، لكنك تذبح لا.